هل التورق حلال أم حرام؟ والله التورق تركه أولى. وكان شيخنا رحمه الله تعالى شيخ ابن عثيمين يسميه التورط بالطاء، لأن أكثر الذين يتورقون يتورطون بعد ذلك، يعني ما يقدر يسدد، يتعب، ما ينجح بال خلينا نقول التجارة التي أرادها من خلال هذا التورق أو غير ذلك من الأمور، فتركه أولى. لكن حلال، ما نقدر نقول حرام، هو حلال إن شاء الله.